علامات الاستفهام مشاهدينا، في علامات وأسئلة موجهة إلى ضيفنا الأستاذ إبراهيم حجازي. وقبل ما بعض الناس تحاول أن تزايد على قناة الأهلي أو على برنامجنا وعلى هذا الحوار، إحنا بنقول إن خسارة الفريق أو خروجه، هنقفل الصفحة دي النهاردة وهنركز في اللي جاي. ارتباطات الأهلي دايما بيقفل صفحة أي إخفاق أو أي مرحلة بتنتهي ويبدأ بقوة إن شاء الله في ما هو قادم، ولكن بنقول إنه لم يكن حكم المباراة هو اللي خسرنا أو خرجنا من بطولة أفريقيا، وإحنا خسرنا بإجماع الآراء بسبب نتيجة وصعوبة نتيجة المباراة الأولى وأخطائها الفنية، ولكن في ما زالت هناك علامات استفهام كثيرة عن أداء التحكيم في البطولات الأفريقية وعن بعض الحكام الأفارقة، وإذا كان هناك تحامل من عدمه على كل ما يمثل مصر في هذه المسابقات الدولية. أسئلة: هل هناك علامات استفهام أم لا يا أستاذ إبراهيم على هذا الحكم الذي تم اختياره، حكم جامبيا الذي أدار هذه المباراة بكاري جسام؟ لما تيجي نرجع لورا خطوتين ونعمل نبص على الحدوتة بمنظور أكبر. إذا اللي شفناه في الماتش الأخراني ده تكرر في كأس الأمم الأفريقية مع أي فريق أو مع أي منتخب تبقى كارثة. لجنة الحكام هي المعنية، لجنة الحكام بتاع كاف هي المعنية عن تعيين الحكام وليس الاتحاد المصري. معنى ذلك ولو حصل أي حاجة من ديت إحنا اللي هنشيل الليلة، لأنك أنت اللي بتنظم البطولة. والتحكيم أحد العوامل المهمة جدا في نجاح نجاح حاجة أو فشلها في حاجة. أنا مع المقولة اللي بتقول إن أخطاء الحكام جزء من اللعبة، معاها تماما ومليون في المية، بس تعال نحط دي كده هنا بقى النظر معاها دلوقتي ومعاها بكرة ومعاها بعد بكرة لغاية ما يعملوا التحكيم الإلكتروني اللي هو ممكن أن يلغي الأخطاء البشرية أو يمكن أن يلغي لو في، أنا هسميها أخطاء مش هقول إن حد متعمد، هنسميها أخطاء، يلغي ده لأن احنا حصل أخطاء على مستوى العالم. المسمار اللي في رأس الاتحاد الدولي دلوقتي كرة القدم التحكيم، وعشان كده لغايه ما وصلوا للبار والخدمه الالكترونيه والكلام ده كله، والتحكيم من اول ما طلع كان الاول التحكيم اثنين حكام وكان من غير صفاره، وبعدين ومشي في حدوته، هنبقى في مجال اخر نشرح الحكايه. لغايه ما وصلنا في 2010 كان حصل خطا جسيم جدا المانيا وانجلترا في كاس العالم، وبعد و2-1 النتيجه وجون، الكره خطت على خط المرمى والحكم ما حسبهاش، شافها بقى ما شافهاش لغرض الله اعلم، ما حدش بيخش في النوم. المهم والنتيجه خلص، انجلترا خسرت 4-1 وطلعت نتيجه الضغط. قيمه الحكم عندما يكون موفق، عايز اقول موفق، فلما يبقى موفق بيبقى عادل، نتيجه بيبقى قراراته على الفرقتين عادله لما يبقى موفق، وقيمه المشكله لما يبقى غير موفق خدت بالك ممكن تاثر النتيجه. انما لما يبقى في حاجات، دايما في حاجات انا بستشر فيها. بكاري جسامه ده الحكم اللي حكم لنا ده، هما بيسموه ان هو ده مصنف، بس الحقيقه انا مش عارف مصنف في ايه، يعني انا مصنف في طب الحكم ده المصنف احنا ما خدش في بطولات افريقيا السنه دي، بطوله انديه الابطال الدوري ولا الكونفدراليه الا ماتشين وكان الاهلي الثالث خلاص، فده بيديك علامه استفهام. طب وكان فين؟ أنا لما يجي حكم ما بيبقى ما ياخدش ده، أنا بشوف ده كده. نمرة اتنين، طب أنا أجيب الحكم ده ليه؟ ده لسه في 2017 مع الوداد في ماتش النهائي الإفريقي كان مع الوداد عامل مشكلة، وسبب يمكن عماد متعب اتوقف مباراتين بعد الحكم، عمل مشكلة كبيرة جدا، وأصبح هناك في صد نفسي، وأنا من حقي إنك أنت ما تجيبش حد، ما أنا عندي حكام. يعني أنا لو جابوا للماتش بتاع امبارح ده حكم من الجزائر، حكم من تونس، حكم من المغرب من الشمال الافريقي، حكام عندي في افريقيا هايلين جدا ومعروفين بالاسم، اشمعنى ده اللي انت ما جبتوش خالص؟ طب الراجل ده فين؟ فتكتشف يعني بكاري حكم في الدوري السعودي 6 ماتشات اخرها يوم 4/5 ابريل ما بين دوري، ما بين حكم ساحه وما بين حكم فيديو، اخرها حكم ساحه كان يوم 4 ابريل ويوم 5 ابريل فيديو، وجاي من هناك على هنا. طب حتى يعني انت النهارده الفكره انت مجهزه ازاي؟ طب انت ما عندكش، وانت تعلم لجنه الحكام، فلجنه الحكام طبعا في الاتحاد الافريقي دي، وعشان كده لابد ان يتدخل الاتحاد المصري من الان، ورغم ان احنا لنا عضو في لجنه الحكام، رئيس لجنه الحكام عندنا عضو في لجنه الحكام الافارقه. المساله لا تترك على كده مش لحاجه، احنا يهمنا كاس الامم تطلع كويسه. حضرتك شايف ازاي ممكن يبقى لينا دور في الترتيب مع الاتحاد الافريقي؟ مش انا ليا، انا ليا عضو هناك وانا لازم اقول له في الاول وفي الاخر البطوله بتتعمل. بس لازم اقف هنا نقطه بس بره الموضوع، عايز اقول ان الاتحاد الافريقي، وانا قلت الكلام ده اشرت اليه من الحلقه اللي فاتت واعتقد اللي قبل اللي فاتت، اشرت ان بتحدث اشياء في الاتحاد الافريقي واضح منها تقليص كل ما هو مصري في هذا الاتحاد،
واول واحد كان عمرو فهمي لما طلع. تمام، انتوا خدوا قراراتكم، انتوا عايزين انتوا اضرب قراراتكم والكلام ده كله. انما لما تبقى المساله هل كل قرارات انك بتشيل كل المصريين، هل في حاجه جايه؟ هل انتوا بترتبوا الحاجه تانية؟ هل في حاجه تانية؟ انا ربما اكون عارف انا معلومات ما اقدرش اقولها، خدت بالك؟ او مش ليس كل ما يعرف يقال. انما انا اللي انا عايز اقول الاتحاد المصري عليه احنا ما يهم كل ده، ما يهمنيش. الاهلي طلع من البطوله، ما هو يعني هو الاهلي البطوله بقى لها كام سنه؟ خدها 8 مرات. برشلونة خد بطولة أوروبا قد إيه؟ ما هو عدد، ما فيش حد بياخد بطولة طول عمره. ما أنت بتخرج هو عادل. هو الجمهور يا أستاذ إبراهيم بيقول رغم صعوبة الموقف أو صعوبة التعويض واستكمال مشوارنا قبل المباراة دي، طبعا بعد نتيجة المباراة الأولى، لكن كان الجمهور رغم صعوبة الأمر أو قلة النسبة المتاحة لأننا نعوض نتيجة المباراة الأولى في جنوب أفريقيا، لكن الجمهور كان بيحتفظ بحقوقه وحقوق فريقه في تحكيم عادل وإعطاء الحقوق في المباراة. حضرتك رأيك إيه؟ هل رصدت أو لاحظت؟ لا أنا من الحكم أنا في 6 إنذارات اتخذت، يعني في الدقيقة 21 عمرو السلية، في الدقيقة 35 أجايي، في الدقيقة 41 أيمن أشرف، في الدقيقة 69 رمضان صبحي، في الدقيقة 90 مروان محسن، في الدقيقة 95 وليد أزار. طيب أنا بس هقف قدام وافق برضه، أنا عايز أقول إن في الحكم قراته في الآخر وبأؤمن إن خلاص. طب أنت بتحسبت الكور وديت عليها إنذارات في الدخلاء في حاجة عادية. طب أنت ما خدتش بالك من أزار والكورة اللي دخل رجل في داخل منطقة الجزاء، شاله من على الأرض. يعني لا، ما هو لو حس لو صفر هتبقى ضرب الجزاء، عمل مش واخد باله من دي. ما هو انت في 3 أخطاء محورين، الجون اللي اتلغى وواضح وضوح الشمس، ما حدش يقدر يعني ما فيش كل الانذارات كمان في المباراه دي كانت للاعبي الاهلي فقط. يعني خدت بالك، انما انت النهارده ما هو انت لما تيجي فرقه اصلا هي مضغوط عندها ضغط عصبي انها مغلوبه 5 وكل دقيقه بتمر بيزيد الضغط انك انت ما جبتش الجون الاولاني. كل دقيقه في ضغط، ما ينفعش يبقى في ضغط تاني ان حكم محجمك بمعنى المباراه، او الحكم بيقول لك ان خلاص هو وبيقولوا دايما بلغه الكره يا استاذ ابراهيم، مش عارف تتفق مع ده ولا تختلف مع الاراء دي، ان في دقائق معينه من المباراه من عمر بدايه الشوط الاول ونهايته، بدايه الشوط الثاني ونهايته، بتبقى احيانا نقاط تحول في اي مباراه، ان احنا بنحرز هدف صحيح 100% ويلغى في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني، امر غريب جدا. ما هو ده امر وبعدين طب انت اللي عملت ده، 3 أخطاء ضربه الجزاء مستحقه حقيقيه يعني انا بشوفها، بس ومع ذلك بقول ده الحكم بيعمل. لو انا كنت ممكن اقول ان ده دي اخطاء التحكيم واخطاء الحكام جزء من اللعبه، لو ان ما فيش بقى الحاجات السوابق 6 إنذارات اللي فاتوا اللي على ما فيش، لا ده واحد واضح انه بيوقف. هو اللاعب اللي بياخد انذار، ما بعد كده كل كوره بيخش فيها خايف ياخد الثاني ياخد كارت احمر، خدت بالك؟ فده نوع. فانت النهارده الثلاث اخطاء دول كان يخلوا النتيجه 3، خصوصا ان بعض الانذارات دي الكروت دي كانت التحامات عاديه جدا بلغه الكوره، لون وضرب الجزاء ادي 2-0 وروت لون ادي 3، خدت بالك؟ فالمساله كانت تقرب. انا يعني انا لا، وبعدين يعني بكاري لسامة ده لا هو يعني انا شايف لا المساله، بس انا ما اقدرش الوم عليه قد ما الوم على اللي عينه حقيقه الامر، لان في معاملات وفي حاجات وفي بتاخد بالك. اخشى ما اخشاه ان يكون هناك شيء ما بيتم في هذه المساله، وعشان لابد من تداركه ان الحكام، عشان ما حدش بس يقول كلام حضرتك غلط، حضرتك هنا بتقول كنا عايزين حكم عادل للطرفين في هذه المباراه، مش عايز حكم يجامل الاهلي بس ما يحرمش الاهلي من حقه في اللقاء. انا قلت له هات حكم، لكن انا بقول هات حكم عادل. انا كنت كان حد من الجزائر، من تونس، من المغرب، من حكام من افريقيا، من جنوب افريقيا ذات نفسها، انا ما كانش في مانع، بس هات حكم كوره اللي هو بيبقى خايف على اسمه، هو انه خايف على اسمه، يا اما هو نيوترال في طريقه تصرفه يعني حيادي مع الفريقين او اعلى فنيا، اخطاؤه بقى اقل يعني. انما لما تقول لي ده مصنف، طب المصنف ما لعبش ليه ما خدش الا 3 مباريات في دوري ابطال بتاع ده ليه؟ هلا وهو المصنف النهارده، طب انا شيء رائع جدا ان حكام الافارقه بيحكموا في الدوريات العربيه وفي الدوري السعودي اللي هو من اقوى الدوريات في الحقيقه العربيه، ده شيء كويس وشيء جميل والكلام ده كله، بس انت كمان انت يا عم ده ماشي، بس ما لازم تراعي، وخاصه الراجل ده من سنتين ليه واقعه شهيره جدا والكل كان عارفها وشاهد عليها والكلام ده كله، ما كانش ده اللي يعني